تعتبر سلامة الغذاء من الأولويات الصحية، ذلك أن ملايين الناس يصابون بالأمراض المنقولة بالغذاء سنوياً، والكثير منهم يموتون نتيجة تناول هذه الأغذية غير الآمنة، حيث تم تسجيل العديد من هذه الحالات حول العالم. سلامة الأغذية يندرج تحته كل ما يختص بالرقابة على الأغذية ومأمونية بروتوكولات التصنيع الغذائي والإنتاج الغذائي، وضرورة الحرص على عدم وجود ما يسبب ضرراً قصير المدى أو طويل المدى على المستهلك النهائي للمنتج الغذائي. وتسهم الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة الأغذية في المملكة من خلال إعداد تشريعات متكاملة من اللوائح الفنية والمواصفات للمنتجات الغذائية، وعبر إعداد ومراجعة مشاريع مواصفات الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأطلقت المملكة برنامجاً للأمن الغذائي لتوفير الغذاء الصحي للملايين من سكانها، وحرصت على استيراد الغذاء بما يعادل 18 دولار أمريكي سنوياً من أكثر من 200 دولة. ما هي الأولويات التي وضعتها الهيئة لسلامة المنتجات الغذائية سواء المحلية أو المستوردة؟ ما هي الآلية التي وضعتها الهيئة للتقليل من بقايا المبيدات في الأغذية؟ هل لدى الهيئة سلطة لتفتيش بعض السلع بدول المنشأ؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عليها معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء سعادة الدكتور هشام بن سعد الجضعي في حلقة في العلن الليلة.